عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته مساء اليوم بعد أن قام جلالته بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية. أجرى جلالته خلالها مباحثات مع فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.